FM. الكلمة ليك. حدث تاريخي في تونس لأول مرة. الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة تجمع وفود من تونس. من تونس ينقل من تونس معناها من كل ولايات الجمهورية التونسية من بنزرة البنجردين ومن الجزائر الشقيقة ومن المغرب. وكان الملتقى هذايا ناجح تحت إشراف السيد وزير النقل. شاركت فيه عديد المنظمات الوطنية. شاركت فيه المرصد الوطني، شارك فيه المرصد الوطني لسلامة المرور، ممثلين من الوزارة وعديد. شاركت فيه مثل الهيئة الوطنية المغربية، ثم وفد من الجزائر، ثم جمعية السلامة المرورية، جمعية الأمل للسلامة المرورية بالجزائر. الحقيقة حاجة باهية وياسر فرحتنا. علاش فرحتنا؟ أول حاجة على خطر لوجودنا مع أصدقائنا ومع إخوتنا في بلادهم وبلادنا، لأنه محليك الإحساس وقت تلقى علم تونسي وعلم جزائري وعلم مغربي وفي قطاع حساس، لأنه قطاع تعليم السياقة قطاع حساس برشا برشا. أعطينا التجربة التونسية وهما زاد أعطاو التجربة المغربية والجزائريين زاد أعطاو التجربة. شو الحاجة اللي شدتهم الجزائرية والمغاربة؟ قبل كل شيء الساعة هو العام الفارط كانت عنا زيارة للمغرب، وهي البداية كانت في العام الفارط، كان التأسيس لهالملتقى هذايا. وكنا في زيارة للمغرب استغرقت قرابة الأسبوع، تعرفنا على برامج التكوينية في المغرب الشقيق. السنة استدعينا الهيئة الوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير بالمغرب، ثم هو احتفالا بذكرى الهيئة الوطنية لمدارس التعليم، ذكرى تأسيس الهيئة الوطنية لمدارس التعليم السياقة، وحبيناها تكون لما يكون ملتقى مغاربي. زدنا أضفنا السنة العنصر الجزائري مشكورين. دونك كان حضور جيد، وكان ملتقى في الحقيقة ملتقى تاريخي. شنو هو التجربة اللي جابوها الجزائرية والمغاربة؟ بالنسبة للتجربة احنا ساعة احنا كتونس اعطينا صورة على التجربة التونسية، وممثلين من الوزارة النقل التونسية اعطاو تجربة على الصورة متاع وزارة النقل التونسية وعلى خدمات الوكالة الفنية للنقل البري والإنجازات والبرامج التشريعية المستقبلية والحاضرة. دونك هذه تونس احنا اش قدمنا. ثم المرصد الوطني لسلامة المرور، ثم جمعية التونسية الوقائية من حول الطرقات التونسية قدمت زادة عروض حكيت فيهم على السلامة المرورية وعلاقة رخص السياقة بالجانب المروري والجانب السلاماتي. التجربة الجزائرية المغربية قدموا عروض، قدموا عرض الرهان ومعنى يخص هكا مدارس تعليم السياقة وصورة على البرامج متاعهم. والجزائر زاد قدموا عرض على مدارس تعليم السياقة متاعهم وعلى السلامة المرورية. كابافان الكلمة ليك.